أحس كنتم قد أعلنتم في الأيام السابقة باستفادة الأطفال التوحد والفئات الخاصة بمنطقة عين توتا بمركز نفسي بيداغوجي وبتحويل مقر البلدية القديم إلى مركز، فأين وصل هذا الموضوع؟ باش يديروا في مدرسة، فإذا به المدرسة هذيك بعد النقاش مع مديرية التربية لقيناهم يستغلوها للمتوسطة كملحقة، وبالتالي عودنا رجعنا لمقر البلدية. مقر البلدية هذاك رجعنا له يطلب إجراءات تاع تهيئة. البلدية ما عندهاش مبالغ مالية، طلبنا منها باش دير فيش تكنيك، هي دارتها ونرصدوا لها إن شاء الله الأموال. مانيش عارف الإجراءات اسكو داروهم ولا مازال ما داروهمش، سوف نتأكد منها. سجلها عندك من ناعي، سوف نتأكد منها. من شاء الله بربي يعني الترميمات والأخرى ما تطلبش حاجة كبيرة، تطلب بالك على الأقل 10-20 يوم 25 يوم، يعني نطمنوهم باللي إن شاء الله في هذا الموسم إن شاء الله يلتحقوا بهذا المركز ويقدروا يكونوا فيه. وميم حتى اللجنة أو الخلية اللي جاتني والجمعية مستعدين باش هما تاني بحد ذاتهم يدعموا ويرافقوا ويعاونوا. ومن بين الجمعية جاء منتخب في المجلس الشعبي الولائي اللي يرى هو وقاعد يتبع القضية مع رئيس بلدية، وأنا كلفت رئيس الدائرة في هذا المجال، دونك إن شاء الله ما شاف الطريق صحيح لا خوف فيما يخوف. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.